تردي بقى يما والنبي ما تقلقنيش عليكي. اكيد ستي رافعه السماعه. حضرتك هتفضلي تتكلمي في التليفون كتير يا انسه؟ براحتك براحتك خالص، ما احنا هنسيب اشغالنا ونفضل نستنى لحد ما حضرتك تخلصي كلامك. ايه الطريقه دي؟ في ايه مالك؟ ما المكتب قدامك مليان موظفين. ما انا كل ما اروح لحد المطوح للتاني، مش الطريقه دي. خلص خلص انت توجع دماغي، هي ورقك. عايز ايه بقى بالظبط؟ انت ورقك مش عندنا اساسا، حضرتك تروح المحكمه ترفع دعوه سحب توقيع. بس زميلك اللي ورايا ده قال لي ممكن يخلص هنا، بس محتاج وقت وفلوس. بصراحه انا ما ريحنيش كلام، حسيت فيه بريحه مش حلوه. لا حول الله يا رب، انت ما وقعتش غير في ايد رشاد. ما هو ده اول واحد قابلته، ولما شفت حضرتك استبشرت بوش حضرتك السمح ده وقلت اسالك. يظهر ان امي دعيالي عشان فلوسي حلال. الله يخليك يا سيدي. بص بقى، الشهر العقاري هنا ما فيهوش توثيق لمده طويله، احنا عندنا هنا اخرنا 7 سنين، العقد اللي مع حضرتك ده مدته 50 سنة. حضرتك بقى هتروح المحكمه ترفع دعوه صحه توقيع لحد ما يطلع لك حاجه اسمها العقد الازرق. هي مساله سهله قانونيا، بس محتاجه شويه وقت كده لحد ما المحكمه تتاكد وتطمن من صحه توقيعات الناس اللي ماضيين لك على العقد. فهمت حضرتك؟ الصراحه ما فهمتش حاجه خالص. ممكن اكتب الكلام ده ورا حضرتك؟ ممكن القلم؟ فعلا البلد لسه بخير، ربنا ما يحرمناش منك يا ست الكل. انا ليا نصره في الناس بره، ما يحرمناش من وشك السمح ده ابدا. بس زميلك قال لي كده ليه؟ هتعمل ايه بقى في الناس؟ فعلا صدق اللي قال، صوابعك مش زي بعضيها، نهارك زي الفل يا ست الكل. يا هوبا العز ده كله ما شاء الله، سبحان العاطي الوهاب. بعد ال ايه ولا بلاش اقول احسن تزعل. ايه اللي هزعل؟ طبعا هزعل. هي ما انت جاي تنق ولا ايه؟ لا ونق على ايه، ربنا يزيدك يا عم والمصحف فرحان لك. الولا اللي جاي بقى وفاكر ان انا هتقل عليك وابقى رخم؟ اتاري ما شاء الله، ربنا كرمك اهو. اوعى تطلع رمه وما تقفش جنبي، اه على الاقل عشان ربنا يبارك لك في الشركه اللي انت بقيت مديرها من غير مناسبه دي. ولا لخص وقول انت عايز ايه. يلا خلصني. ها بص بقى، انا الحمد لله ربنا كرمني وودعت حياه البطاله، وهشتغل في اداره العلاقات العامه في الشركه اللي بيشتغل فيها ابويا. ولما انت بقيت مهم قوي كده جاي لي ليه؟ اقول لك يا سيدي، يا القهوه اتاخرت ليه كده؟ بص يا بوب، انا قدامي اسبوعين ثلاثه كده بالكتير عبال ما استلم الشغلانه دي، وطبعا انت عارف وظيفه مهمه قوي زي دي محتاجه، يعني محتاجه المظهر حلو برضه. قول لي صحيح، هما شافوك قبل التعيين؟ لا يا خفيف، الحمد لله ما شافونيش، عشان كده بقى عايز لما استلم الوظيفه ابقى على سنجة 10. وبناء عليه عايزك يا بوب تشوفني كام اسبوع دول في كام طلعه يعني تبع الشركه عندك، عشان بتوع النقابه ما يعرفونيش والعيال الخرطيه ما يضايقونيش، والفلوس بقى اللي هطلع بيهم من الكام طلعه دول هم اللي هظبط بيهم نفسي. يعني بص يا بوب، طلعتين ثلاثه بالكتير. ماشي، تجي لي هنا بكره الصبح الساعه 10 وهتطلع اول طلعه، بس هو اتاخر.